المسائية من الميادين. سلام الله عليكم وإلى عناوين الملف. التقدم المتسارع لطالبان في أفغانستان واحتمال انهيار السلطة يشغل دول الجوار، لماذا القلق؟ إيران سعت لحوار بين الأطراف المتصارعة وتركيا لم تنجح بالحلول مكان القوات الأمريكية، كيف تقرأ طهران وأنقرة المشهد الأفغاني؟ روسيا حصلت على ضمانات من طالبان وباكستان تحذر من حرب أهلية، أي مستقبل للمنطقة؟ عملت الإدارات الأمريكية المتعاقبة من خلال الاحتلال المباشر لأفغانستان على تنفيذ أجندتها في المنطقة وشكلت عامل توتير لسنوات طويلة، وها هي واشنطن اليوم تنسحب من أفغانستان بما هو أشبه بالهروب بعد أن زرعت فيها بذور اضطراب تراهن الإدارات الأمريكية عليه في الانتشار إلى الدول المجاورة. فالدول التي تحد أفغانستان كانت قد سعت بين الأطراف المتنازعة لإيجاد